من بغداد أحييكم مشاهدي التغيير، وهذه التغطية الخاصة مع الحراك والثورة العراقية المباركة. في هذا اليوم ونحن نعيش حراكا جماهيريا وثورة شبابية أعطت مدلولاتها ونتائجها على الأرض، ولكن في نفس الوقت يملأنا الحزن والحداد على أرواح شهدائنا الأبرار الذين سقطوا على مذبح الحرية في مدينة الناصرية العزيزة وفي مدينة النجف المقدسة وفي بغداد وفي المحافظات العراقية الثائرة المنتفضة، وكأن العراقيون ما زالوا وسيبقون دائما يعطون الدماء وهم في طريق الحرية. اليوم وبعد هذه الدماء الطاهرة الزكية وبعد صبر الأمهات والآباء وإصرار هؤلاء الشباب، يعلن رئيس الوزراء العراقي رسميا السيد عادل عبد المهدي بأنه سوف يقدم استقالته إلى البرلمان العراقي. كنا نتمنى أن لا نصل إلى بحور من الدم حتى يسمع صوت الشعب. هذا الصوت الذي نسمعه اليوم ومن سنوات طويلة كان يصدح وكان يطالب بأن العملية السياسية تأخذ مسارات حقيقية تلامس مطالب الجماهير وتستمع إلى الصوت العراقي، وتكون الحكومة والشعب على خط واحد، أحدهم يسمع الآخر. ولكن لا فائدة من هذه الطبقة السياسية التي أرادت لنفسها أن تكون حاكما على كل شيء وتحولت إلى حكومات دكتاتوريات عقيمة. آخر مشاهد هذه الطبقة السياسية أن لدينا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى تقدر ب 15,000 جريح وشهيد. ليش؟ ما ندري. هل هذا كله من أجل حماية السلطة التي انشغلت القوى السياسية بكامل قواها أن تبني سلطة ونست أن تبني دولة حقيقية للمواطن؟ ماذا كان يريد العراقيون؟ هل كانت مطالبهم مترفة؟ هل أثقلوا كاهل الدولة بطلبات تعجيزية؟ ولماذا الدم العراقي مستباح في كل الأزمنة؟ ها هو اليوم جبل الفساد ينهار وفي طريقه إلى الانهيار التام. ها هو اليوم صوت الشعب يسجل بصمته في هذه الأحداث. إلى كل الذين راهنوا وكانوا خائبين أن العراق سينتهي على أيديهم، خسأوا. عاد العراق والعراق لن ينتهي، ولكن خسر الآن يراهنون بأنهم أقوى من إرادة الشعوب وأن انتماءاتهم الحقيرة هنا وهناك ستحميهم. قلناها ببراءة متناهية وبانتماء عراقي صميم: إذا الشعب يوما أراد الحياة فليس لكم ملاذا منه، وعليكم أن تستجيبوا لهذا القدر. ومع الأسف تأخرتم كثيرا. في هذه الأحداث يرافقني ضيفا النائب في البرلمان العراقي الأستاذ محمد الدراجي. أهلا وسهلا أستاذ محمد. حياك الله أستاذ نجم بك وقناتك الكريمة. أنا أشكرك. أبدأ من الحدث الأبرز، وماذا سيعني أو ماذا يعني لك في بيان السيد عادل عبد المهدي وهو يعني يتحدث بلغة المضارع والمستقبل في عبارة سوف أقدم استقالتي؟ هل الاستقالة حقيقية أم إنه بالون اختبار، أم ماذا يعني في سوف؟ يعني أولا هو كنا نتمنى أن يتخذ هذه الخطوة ليس كرد فعل على خطاب المرجعية، وإنما بقرار ذاتي، لأنه حقيقة أستاذ نجم لو ويا بداية الانتفاضة أو التظاهرات اللي صارت يوم 25/10 وبين 1/10 و 25/10 كانت هناك مهلة واضحة من المتظاهرين، وكنا نتكلم وذكرنا أن يوم 11/6 هالسنة قلت إحنا مقبلين على فوضى وتغيير في النظام إذا لم نحدث تغيير طوعي، لأنه النظام السياسي الذي بني على دستور 2005 فشل في إدارة الدولة. لذلك لازم كان أنه إحنا نظهر بنظام جديد
يعني ناغم متطلبات الشارع. المهم وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. اليوم أنا بصراحة يعني أشكر المرجعية، لأن لما بيانها اللي صار اليوم ما كان حد اتخذ أي خطوة، لأنه القوى السياسية يعني ما دا تسمع صوت الشارع ولا دا تقرأ. المرجعية أكثر من مرة نوهت ما تريد تتدخل، طبيعة مرجعية النجف ما تريد تتدخل تدخل مباشر. فبدأ اليوم واضح كان مرجعية تريد تغيير البرلمان يغير الحكومة، اثنين قانون انتخابات وقانون مفوضية منصفين وبدون تسويف ومماطلة وتهيئة لانتخابات. السيد عادل عبد المهدي يعني أنا أستغرب من لغة بيانه، يعني إذا يريد يستقيل منه لازمه خلي يستقيل. الآن أكو تواقيع قبل يوم الجمعة لحد 139 نائب لسحب ثقة، فهذه التواقيع لازم تروح كان مفروض إلى رئيس جمهورية، لأن سحب الثقة على رئيس الوزراء إما من طريق استجواب، وأكو استجوابين لرئيس الوزراء موجودات، أو عن طريق سحب الثقة من قبل رئيس الجمهورية، بس رئيس الجمهورية يريد للتواقيع حتى يطمئن أنه أكو نواب صوت على سحب الثقة. فالمرجعية اليوم أعطت في الضوء أخضر للمرجعية، هناك من قال أنه المرجعية كانت دعم العادل عبد المهدي، اليوم المرجعية أعطت ضوء أخضر، يابا أنتوا غيروا اللي تري الوضع الحالي، الفشل بهالشهرين في التعامل مع التظاهرات غيروا، واضحة في رأيي أنه تغيير حكومة يعني تغيير قائد عام. فاستجاب عادل عبد المهدي للمرجعية، بس أنا فعلا أستغرب من سوف أرسل رسالة الاستقالة، خب أطلع أقول أنا أعلن استقالتي، يعني في تحليل، أنا هذا اللي أسأل عنه، تحليل الشخصي، تحليل الشخصي إما ينتظر واحد يقول له لا لا سيد لا تستقيل، يعني عنده هيك أمل يجوز، أو أنه يعطي فرصة لإيجاد بديل. ليش؟ لأنه حسب الدستور إذا الاستقالة قبلت أو أقيل سوف يتحول إلى تصريف أعمال، زين؟ على رئيس الجمهورية خلال 15 يوم من قبول استقالة رئيس الوزراء وحكومته تكليف مرشح من الكتلة النيابية الأكثر عدداً داخل مجلس النواب. يعني الأكثر عدداً تختلف عن الكتلة الأكبر؟ نعم، هو هذا دستورياً. دستورياً هذا هو هذا التفسير الواضح من المختصين، بمعنى أنه الآن أكبر كتلة عددية من النواب بتواقيع حية، مو يجي واحد يقول أنا عندي 30 نائب وأنا عندي 50 نائب، لا هاي ورقة تعال وقع، جد أكبر تواقيع أكثر عدد من التواقيع، رئيس الجمهورية تقول له يا رئيس الجمهورية إحنا الأكثر، ماكو واحد أكثر من عندنا، مرشحنا لرئاسة الحكومة فلان. فمن يجي شكل حكومة على البرلمان بالتوازي أن يقر قانون الانتخابات الجديد بشكل منصف، يقر قانون المفوضية بشكل واضح للعيان منو اللي راح يصير المفوضين وش راح يصير، وأن تكون يكون القانون والمفوضية قابلة للتطبيق بلا تسويف أو مماطلة. هنا راح ندخل بفساد من نوع آخر. راح تسألني كيف الكتلة الأكثر تواقيع، أكو قوى الآن مستعدة أن تشتري الصوت بأي ثمن كان، فراح تكون الكتلة هي عبارة عن بيع وشراء كما عهدناه من زمان. أستاذ نجم، إذا كل هالدماء وهاي الشهداء اللي راحت والوضع اللي صار وبعد أكو ناس تفكر بهاي الطريقة اللي إذا تتكلم عنها، فوالله يعني خلي أقولها ولو ما تنقال بس طبهم ألف مرض، يعني كان ليش تستغرب أنت قبل أيام ألقي القبض على نائب بالجرم المشهود ليأخذ رشوة من وزير، سبحان الله، في هذه الظروف في هذه الدماء والله، يعني تريد المتظاهر يثق بالبرلمان وبالقوى السياسية أنه تشكل كتلة وترجع تشكل حكومة من جديد. إذن شنو الحل الآخر؟ ما إحنا حتى ما نروح للفوضى،
يعني هذا الحل، هذا الحل الدستوري. حتى المتظاهرين انا احكي واي احكي اخوان متظاهرين تعرف علاقاتي جيده بهم، انه ياب كل الحلول حتى هم الناس يقول لك باطار الدستور بسقف الدستور. ليش قلنا خلينا نعدل الدستور؟ لو احنا معدلين الدستور ونخلي رئيس وزراء ينتخب بصوره مباشره من الشعب وهو يشكل حكومته بنظام شبه رئاسي، بهيج حاله الكتل السياسيه ما تقدر. قد يكون هذا، لذلك على النواب ان ينتبهوا، ترى ما راح تعبر عن الناس، واذا عادونا نفس القوى ونفس الوجوه الكهنة المعبد انا اسميهم، عاد جابونا اياهم نفسهم، كانك يا ابو زيد ما غزيت. يعني انت على ماذا تستند استاذ محمد انه القوى السياسيه الان ممكن ان تصلح من اخطائها؟ تدري على شنو استند؟ وراح تتنازل عن هاي المغانم اللي تثبتها. انا اولا اعول على بعض النواب المستقلين، ثانيا القوى السياسيه اصبحت بالمنقنه، الناس المرجعيه دا تريد شيء واضح، حكومه قويه دير الانتخابات. طبعا هذه الحكومه اللي راح تشكل وراء عادل عبد المهدي هذا حدها الى ان تصير انتخابات جديده، يعني انتخابات مبكره ام البرلمان الحالي ينهي دورته الحاليه؟ لا، واضح انه اذا سوينا قانون انتخابات ومفوضيه جديده، على شنو منتظرين انتخابات وراء ال 22؟ بعد صوت الناس عالي وواضح، ونحتاج انتخابات مبكره الى الحد الذي يسمح باجراءها. لذلك هاي الحكومه اللي راح تجي اولا لازم تكون حكومه مصغره، حكومه قويه تفرض الامن، تفرض النظام، تسوي قانون انتخابات ما يقفون بالباب، باب المركز الانتخابي اذا تنتخب فلان نبسطك. واذا خلينا نفهم العالم من خلالك. نعم، اليوم الحكومه المصغره، نعم، برئيس وزراء جديد وليس رئيس الوزراء الحالي، تصريف الاعمال ماكو تصريف اعمال 15 الان يوم. استقال السيد عادل عبد المهدي بعد ما مستقيل من اذا تمت الاستقاله، أي. وراها يتحول الى تصريف اعمال لمده 15 يوم. 15 يوم نعم. بعد ال 15 يوم هل تعتقد القوى السياسيه ستذهب باتجاه حكومه انقاذ وطني، ام ستكلف الكتله التي كنت تقول عنها الاكثر عددا بتشكيل حكومه؟ يا السيناريو الاكثر ترشيحا للعمل. لا لا، هو السيناريو الاطار الدستوري، شوف إذا نشتغل خارج الدستور ما راح تصير فوضى. فالسيناريو الأرجح أنه النواب الأكثر عدد. هنا أنا راح أوجه من خلال قناتكم الكريمة إلى زملائنا النواب، كافي أن نمشي وراء رؤساء الكتل، خلي يصير الكتلة النيابية اللي تشكل تحت قبة البرلمان، وهذا حكم المحكمة الاتحادية الدستورية، هم من يقدمون مرشح قادر على إدارة هذه المرحلة، المرحلة انتقالية ولكن حكومة دستورية راح تكون لأنه مشكلة بموجب الدستور. زين. هذه الحكومة تدير انتخابات وتحاول أن تصلح الوضع، يعني مثل حكومة السيد الجعفري من 2005، حكومة أشرفت على كتابة الدستور وعدت الانتخابات وشكلنا بها حكومة المالكي. بس هذه يسموها انتقالية. انتقالية. هذه لا، هي حكومة دستورية بس ستعمل على تهيئة انتخابات مبكرة. فهذه الحكومة ممكن أن تغرق حكومة تصريف الأعمال. ليش مريتها؟ أولا اللي راح تبقى نفس الحكومة، هذه أضعف حكومة جت للعراق صراحة. هذا التصريف الأعمال حتى ما له موازنة وما يقدر يتصرف بأي شيء. فإذا جت حكومة دستورية لا، راح تقدر تجري انتخابات، تنطي فلوس للمفوضية، تقدر تمشي بعض الأمور. إذن البلد، إذن أنتم تفكرون أنه الأربع سنوات يجب أن تكون لهذه الدورة الانتخابية، نذهب باتجاه حكومة تنتخب جديدة بكابينة وزارية جديدة. بس مو أربع سنوات، باقي لها 3 سنوات. لا 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 لا، ننتخب حكومة دستورية، حكومة رئيس وزراء وحكومة دستورية، واجبها أنه تطبق قانون الانتخابات وقانون المفوضية. راح يسوي في الزمن الدستوري المن للحكومة الجديدة؟ ما مو دستوري، السقف الزمني يتفق عليه، شو وقت تصير الانتخابات المبكرة، من يكمل قانون الانتخابات وتشكل مفوضية، شكد خلينا نقول 4 أشهر إلى 6 أشهر، من تكون جاهزة المفوضية للانتخابات لإجراء انتخابات،
البرلمان يحل نفسه، وخلال الدستور يقول خلال 60 يوم من حل البرلمان لنفسه تجري انتخابات مبكرة. سؤال آخر، أنت تتحدث بالدستور ولا خلاف عليه. اليوم الدستور يقول الشعب مصدر السلطات. اليوم الشعب اللي هو مصدر السلطات رافض تماماً أنه الآن نذهب إلا باتجاه حكومة طوارئ وإنقاذ وطني لفترة محدودة وانتخابات مبكرة. هسه احنا الانتخابات هذه حزين حكومة الإنقاذ أو الطوارئ شلون تصير؟ من يسويها؟ هذا اللي الآن هاي الأسئلة الكبيرة اللي الآن بالشارع. أولا، هل البرلمان سيختار هاي الحكومة ويصوت عليها؟ هل ستعين تعيين؟ من يعينها؟ هل سيكون رئيس؟ هو احنا الآن هو الدستور استاذ. الآن نتساءل بهاي الأسئلة، احنا في أزمة. أي هو في الأزمات أكو الدساتير تعلق. أكو مقولة لأحد الفائزين بجائزة نوبل، غاب عني اسمه، هو يقول التغيير ينتج في الأزمات. تمام. إذا أريد نسوي تغيير، واسم قناتكم التغيير، ينتج في الأزمات. بما أنه الآن في أزمة، فهذه فرصة أنه نغير من خلال الأزمة. مو أنا قلتها بشهر السادس، قلت والله إذا ما صار تغيير واقعي للنظام السياسي راح يتغير بالقوة وبأزمة، إما بتدخل عسكري، إما بانقلاب. نعم. إما بانتفاضة مثل اللي صاير الآن. الآن إحنا التغيير لم يكن بإرادة القوى السياسية. صحيح. مفروض التغيير عليه. جاء بإرادة شعب. أي وحل بهم لأنه ما هذه انتفاضة 91 ما نجحت، انتفاضة الشباب اليوم نجحت، واليوم حكي الغالب على المغلوب يره. والناس تقول لك اليوم أنت أنا كيف ممكن أثق ببرلمان هو يمثل القوى السياسية ذاتها التي أهلكت البلد؟ راح يكتب لي قانون انتخابات نظيف ويصوت عليه ويجيب لي مفروض مواقع ضابطة. هنا تدري من الضابطة؟ أي. المرجعية. المرجعية والناس بتحت التحليل. نعم نعم. يعني المرجعية دت باوع ودت تحدد هذا ظهر المنتخب فاز ما شاء الله. أي ما شاء الله، مبروك علينا، مبروك على الشعب العراقي. على الشعب العراقي. أي. فالمرجعية وساحة التحرير هم الذين الضابطة التي طبعاً أنا أقصد بساحة التحرير المنتفضين السلميين اللي يعرفون يشيردون. وهنا ترى لازم نفرق بين المنتفض السلمي اللي قاعد صار له أكثر من شهر بالبرد والضرب والهذا، وما بين البعض. خليني أكون صريح وياك أستاذ محمد. المرجعية الدينية كان لها دور كبير من عام 2010 حتى هذه اللحظة. والقوى السياسية لم تستجيب إلى المرجعية الدينية، حتى قيلت عبارة تاريخية لقد بحت أصواتنا، بمعنى هل ستستجيب؟ الشارع يخليه يستجيب. الآن الدم العراقي الذي أريق الآن في المناطق الشيعية المغلوبة على أمرها، وإصرار الشباب الذي جعل الحكومة مرتبكة وفقدت السيطرة، كان هو العامل الأول الذي أجبر هذه الحكومة على أن تستقيل. هذه الحكومات لا ضابط أمامها إلا إرادة الشعب. نعم. إذا ما تخاف ما تسوي. صحيح. وذلك الحكومة دائما يقولون سنعمل بوحي المرجعية، فاليوم اشتغلوا بوحي المرجعية إلا ما يخدم مصالحهم. خلينا نكون منصفين. إيه، هي القوى السياسية فشلت في إدارة الدولة. أنت قلتها ببداية، هاي مقولة دائما أقولها، أنت اليوم سبقتني وقلتها، بنوا سلطة وما بنوا دولة، انتهوا بالسلطة وعافوا الدولة. لذلك الآن تشوف الأداء الحكومي مو أداء دولة بصراحة، أداء متخبط. أنت شنو دز فريق للناصرية تقول له أضبط الأمن، سوي مجزرة هذا وتسحب إيده خلال يومين، إذا أنت ما واثق منه ما راح يدبره، شو دزيته؟ فأكو مشكلة حقيقية. نعم. أكو سوء بالإدارة. بس أنا أقول إنه إحنا أكل صح وأكل مقبول. إحنا إذا نريد نعبر هذه الأزمة لازم نكون منطقيين وعقلانيين. هسه من نقول حكومة طوارئ أو إنقاذ، والله أنا وياك أكو يعني لا 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 أؤاخذ على هذا الكلام، بس هذا رأي شخصي، أكو عندنا قائد عسكري مثل السيسي يجي يقول أنا راح أحكم العراق بفترة انتقالية هلقد وسوي انتخابات، لا مدى يطلع عندنا، لأن وضعنا يختلف عن مصر. عندنا مكونات وعندنا إقليم وعندنا مرجعية وعندنا منا دول إقليمية ودول عالمية عندها مصالح بالعراق. العراق بـ 4 مليون و200 ألف برميل نفط باليوم،
فيحتاج حكومة بأي طريقة تجي دستورية ولكن تكون قوية واضحة. الآن مو مثل قبل سنة، الآن النواب من يصوتون أو من تجي ما بعد ما تمشي إنه يجيهم واتساب من فلان يقولهم يلا صوتوا على أستاذ محمد. خليني بس هذه المناشدة الآن إلى كل شعبنا وكل جماهيرنا، نهنيكم بهذا الفوز الكبير وهذه فرحة عراقية أخرى أيضا تضاف، لكن أخوان رمي الإطلاقات النارية، أحسنت، كافي دم، كافي دائما نحتفل بالرصاص، نموت بالرصاص، عندنا شهداء يا أخوان، عندنا ناس مفجوعة، يا ريت الشعب العراقي كله يشوفه دائما يفرح، اطلعوا بالشوارع، افرحوا ببيوتكم، اطلعوا بسياراتكم، شيلوا هذا السلاح النووي الكبير اللي رفعه المتظاهرين اللي هو العلم العراقي، اطلعوا انتم زوجاتكم وصديقاتكم واولادكم، بس يا اخوان الرصاص كافي، خلونا نتعلم لغة الحب، لغة السلام، لغة الود، ارجوكم اقبل اياديكم، كافي رصاص، لا تقتلون الفرحة بعين طفل، لا تقتلون الفرحة بعين ام، الله يخليكم، احتفلوا بطريقتكم، احتفلوا مثل ما تردون، بس اخوان رجاء رجاء بلا اطلاقات نارية، لا تقتلوا لكم طفل ولا تقتلوا لكم امرأة ولا تقتلوا لكم شابة ولا تقتلون شاب، احتفلوا وان شاء الله دائما الله يديم عليكم الفرح، ونتأمل بقوادم الايام نشوف البسمة بكل بيت عراقي. رجاء صعادات بدل الطلق، اي طريقة احتفال رجاء غير الرمي. استاذ محمد عاش تيدك والله، خوش ملاحظة يعني الآن أشكرك لأنه ملينا من لغة الرصاص. الآن أنت يعني ذهبت إلى تجربة مصر وأنه السيسي ظهر في مرحلة، الآن نحن إذا لم يظهر نحن نتحرك بصناعة قائد عسكري يلملم هاي المرحلة، تعرف ليش؟ لأنه المتظاهرين لن يعودوا إلا حين تنصب صناديق الاقتراع في المحطات الانتخابية، لأن عندها أزمة ثقة، هذا واحد. صحيح. والشيء الثاني العلاقة بين المتظاهر والحكومة تحولت إلى صراع، الدولة شايلة سلاحها وتقتل والمتظاهر ما تصدره، ولا صار هي صار دم، صار دم، صار وكان ما إلى داعي، السياسي ما يقدر يديره، فممكن أن يديره العسكري الذي يأتي يعني يده يعني بيضاء، يعني يعني ممكن هذا السيناريو هذا إذا ذهبنا إلى هذا رأيي، بس قلت لك يعني غطاء الدستور، الدستور صح لو غلط هو عقد اجتماعي، الدستور مالنا أنا أول من دعيت إلى تعديله الله شاهد، دستورنا بأخطاء كثيرة، بس ما دام متفقين عليه والشعب مستفتي عليه وهو مصدر السلطات، هو الشعب في مصدر السلطات قال هذا الدستور هو اللي يدل. خلي نروح إلى تعديل الدستور، أنا هم استغرب هنا، احنا رحنا الى تعديل قانون انتخابات وتشكيل حكومه، ليش ما حد يحكي على تعديل الدستور؟ خب احنا خلينا نعدل الدستور وننزل ويا صناديق الاقتراع صناديق استفتاء على الدستور، حتى من تجي برلمان جديد خليه يمشي مو بهذا الدستور، خليه يمشي بدستور يتناغم مع متطلبات الناس، هو الدستور غير حتى يدير المجتمع، إذا فشل الدستور في عكس رغبات المجتمع معناها دستور فاشل، فكن عدلة بما يتلائم مع طبيعة المجتمع اللي عايش منه. أنت قد تصل إلى قناعات أنه الدستور فاشل في بعض الفقرات التي تشكل عليه. نعم. هنالك من يقول لك الدستور ولد فاشلا لأنه كتب في مرحلة رد فعل، كتب في مرحلة لم تكن البيئة السياسية صحيح والمجتمعية مهيئة، كتب في زمن الاحتلال صحيح وكتب من قبل قوى سياسية، أتفق معك، هذه القوى السياسية هي سبب المشكلة. إذا لماذا لا نذهب إلى خيار كتاب الدستور جديد، عراقي جديد، زين أنت بقيتها السنة من قعدتهم مستمعين في لجنة كتابة الدستور لا يحق لهم التصويت، لا هو في لجنة كتابة الدستور رد فعل كان على نظام دكتاتوري واجوا الناس بالمعارضة عندهم رد فعل وكو احتلال فوق راسهم كتبوا دستور. الدستور ليش ما نقول إذا ما أعرف إلى أي مدى ممكن يكون التعبير صحيح أنه هو استئثار بمرحلة من قبل طرفين، هسه الواقع احنا الآن يعني نحاكم يعني واقع، يعني أنا أستاذ نجم أنا ما كنت موجود ما يعني ما ادري ولا انا كنت لكنه يعني جزء من على العموم احنا الان امام ازمه، زين نكتب دستور جديد هسه كامل قد ممكن وين المشكله؟ ماكو مشكله اذا ذهبنا لهذا اي مش قد يطول، احنا عندنا ازمه
أنا أشوف بتعديل دستوري يغير نظام الحكم، نعبر الأزمة ومن ثم نقعد أو يقعد البرلمان الجديد والشعب يستفتي على دستور كامل جديد. أكو مقولة تقول ما لا يدرك كله لا يترك جله. إذا ما نقدر نسوي دستور كامل خلنا نعدل الدستور، لأنه هنا أنت شوف ده تضع لي أشكاليات وأنا هم ده أضع أشكاليات، بس اللي يضع أشكالية لازم يلقى معها الحل. إحنا الآن أنت قلت على حكومة إنقاذ وطني انتقالية سوى انتخابات، أنا وياك مين؟ هذا مطلب الجماهير مو أنا أقول. هذا هم مطلبي هذا. تمام. طيب هذه الحكومة الانتقالية شنو الصيغة القانونية اللي نجيبها بيها؟ ما عندنا غير هذا الدستور. إن استقالت تجي حكومة دستورية بس هي تعتبر نفسها انتقالية. ما نسميها انتقالية لأنه دستورية، تعتبر نفسها إنه تقول يطلع رئيس وزراء شجاع. يا ريت يجينا رئيس وزراء شجاع يقول أنا ما أشترك لا أنا ولا حكومتي بهاي الانتخابات اللي راح تصير. ورش قلت أنتوا يا مفوضية إيش قد تحتاجون حتى تسوون هذا الانتخابات بهذا القانون اللي جديد اللي صار؟ تقول له مثلا 6 أشهر، أوكي ورا 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 4 أشهر حتى تعطي مسافة 60 يوم، أقول أطلب من البرلمان حل نفسه، حل نفسه البرلمان تيجي تصير انتخابات جديدة بالقانون الجديد بالمفوضية الجديدة. هنا راح تبدي تتشكل، وهذا يقول أنا لهنا هذا حدي، ما لي علاقة بعد. أنتوا يا برلمان جديد اختاروا حكومة، بس هذا البرلمان الجديد يا أستاذ نجم اللي راح يصير خلينا نقول بعد سنة، بعد 6 أشهر، بعد 8 أشهر حسب أكو أمور فنية يعني لازم هذا شلون راح يختار حكومة جديدة؟ على يا دستور، هذا الدستور اللي ما عاجبنا أنا وياك ولا عاجب المجتمع، راح تضطر البرلمان الجديد حتى لو يكون نصه من المتظاهرين راح يضطر يلتزم بهذا الدستور. إذن أنت تحت ضغط الأزمة تدعو إلى أن يكون تعديل الدستور على أن يتضمن فقرة أنه أيضا يخضع لتعديلات. أول شيء اللي أريده من الدستور هسه شو أسوي؟ أول شيء أشيل الأحكام الانتقالية. زين. اثنين أشيل النظام السياسي، أسوي انتخاب رئيس وزراء مع انتخاب البرلمان مباشر. من يرشح رئاس الوزراء؟ تعال عمي من حكومتك ننتخب انتخاب مباشر حالك حال البرلمان. هذا صندوق للبرلمان وهذا صندوق الرئيس للوزراء. ماذا لو يعني أنتجنا خيار القائد العسكري في هذه المرحلة؟ أنت كنائب الآن وكمواطن تعتقد أي الخيارين أفضل؟ أني مع افتراض التظاهرات لن تنتهي ولن تهدأ، يعني عسكرة المجتمع وشوف أني مو مع حل مع يعني بدون إطار دستوري، لأنه الشعب هو مصدر السلطات والشعب هو اللي استفتى على دستور، فأنا ما أقدر ألغي استفتاء شعب كامل بعام 2005 بدون ما أرجع لنفس الشعب. أستاذ محمد هسه إحنا مرات مو نستعير التشبيهات، الحقيقة ما يحصل هو انقلاب، انقلاب الآن السلطة استخدمت. أقول لك قائد عسكري إذا ما يطلع بنفسه ما حد يطلع. أستاذ نجم ليش ما جاء أحكيك يا سياسة ودبلوماسية؟ انقلب على السلطة. أنا قايل رغم سلاح السلطة. صح. الشعب أخذ أو سوف يأخذ حريته كاملة بدماء أبنائه. الحكومة قتلت الشعب. هو طلع قائد عسكري وقلنا له لا سليش خليلك ما تقدر تنتج، أنا وياك ما نقدر ننتج قائد عسكري ولا نقدر نقولها إحنا، ما نقدر نحرض على هيك شيء. اللي نقوله كرجال هو يعني مو تحريض هنا أستاذ محمد، هي دعوات للنقاش. نحن أمام خيارين، أما الحكومة المدنية التي ينتجها البرلمان، أما قائد عسكري يعبر بالأزمة إلى مناطق أخرى في ظل الواقع الحالي. شون يجي قائد عسكري؟ شون يجي قائد عسكري؟ هذا يعني خارج التوصيف الدستوري. خارج التوصيف الدستوري. خارج التوصيف الدستوري. يعني يجوز يطلع لك قائد عسكري يقول لك أنا أعطل العمل بالدستور وأنا الرئيس. ما تخاف الناس تخاف من التدليس، أنت قرأت قانون الانتخابات. نعم. في ظل هذه الظروف وشعبك دا يموت ويكتبون قانون بعبوات ناس ممكن تنفجر 50% لنا و50% لكم، هذا في بداية كتاب وما مر، لأنه تعرف ليش القوى السياسية يبدو لنا من الصعب جدا أن تتنازل عن حقها. لا هي ما تسمع والله. شوف قادة الكتل ما يسمعون، يعني محصورين في إطار معين وما يقدرون يغادرون إنه لازم يصير تغيير، وهذه يعني حالة خب شو أسوي؟ ما يسمع
زين انت شفت التظاهره مالت الخرسان ساحه التحرير؟ اي مو ما يسمع لكن عنده احساس. بس ومنين اجيب احساس للي ما يحس؟ يعني انت سامع المثل يقول لك يحكي الاخرس؟ شوف هاي الطبقه السياسيه حكت الاخرس بساحه التحرير. استاذ نجم انا عندي تغريده جدا واضحه، يعني اليوم هي اللقاء صار يعني شبه اللقاء على المباشر. احنا اجينا المشاهدين بالتاريخ اجينا عندنا ملف فساد مال البنك المركزي، مال البنك المركزي منا رئيس وزراء اللي يجي اول شيء لازم يستخدم صلاحيته الدستوريه الماده 78 ويوقف مزاد البنك ومزاد العمله. اجينا عليه بس هذا الملف امانه الله انا وياك نتفق عليه في وقت ان شاء الله في وقت، فما متفقين انه نطلع بس الظروف حكمتنا. عندي تغريده قلت انه القوى السياسيه ما سمعت او قاده القوى السياسيه ما سمعت صدى الشارع. المرجعيه كتبت لها خارطه الطريق قبل اسبوعين هم ما قرتها، لا تسمع او لا تقرا. اكثر من خطبه اليوم شي يقولوا لهم بعد منا المرجعيه الدينيه اللي هم يتشدقون يقول لك احنا جنود عند المرجعيه ونسمع كلامها، خلاص خلتهم بالزائد والشعب منا نثاير يعني رافض الواقع السياسي فخلتهم سووا حكومه. يعني ما يراد لها اللي ما يفاهمها ما قاريها تراها، انا اسمح لي شويه ابسطها، خاف اكو ناس عندهم جهل من السياسيين. بدلوا الحكومه، هذا خياركم يا برلمان، جيبوا حكومه وسووا قانون انتخابات وقانون مفوضيه، هذين اثنين هني هيئا الى انتخابات تديرها هاي الحكومه. من يكتب هاي القوانين؟ هم يقعدون الولد الزعماء ورؤساء الاجاره الاقتصاديه وحراميه البارحه يكتبوا يعني تكتبه اولا هسه هو يم اللجنه القانونيه بالبرلمان، وقلت لك الان الكل تحت ضغط بعد هذا، بس الحشاك الغبي كلش اللي مدى يشوف انه منا المرجعيه ومنا الشعب، هذا الانتحاري اللي يريد يلعب هسه هو انا ما راح اقول عليه، بس خويا هو بالاصل ما يفتهم، هو شلون يكتب يعني؟ لا لازم هو بالاصل ما مهيئ، هو بالاصل ما مهيئ لكتابه دستور بهذا المستوى. تعرف الدستور تعرف قانون الانتخابات اقسم لك، وانت اكثر مني اطلاع كل ما يعرف يقال. انت ابن الكالوس السياسي. القوى السياسيه بعض الاحيان لا تختار الاكفاء، تختار من تضعهم تحت اليد. طبعا انت من يقول رئيس القائمه انا شايف واحد بالبرلمان يفترى واحد سوي بس عوزه يشيله من القاع يعني مصدم سوي. استاذ نجم انت تعرف تجربتي كل زين، اصلا اللي يفتهم والعده شخصيه يكسروه حيش السامع يطيحون حظه، هاي بدي احكيها بالهذا. فلذلك انا معول على شيء واحد، هو ضغط المرجعيه والشارع، اثنين هذه الضغطين، هذا الضغط من جهتين راح يضطرهم حفاظا على نفسهم من السحل، يضطرهم ان يكتبون قانون يرضي. بس ان اردت ان تطاع امر بما مستطاع. مثلا اكو امور فنيه في عمليه الانتخابات، هذه لازم اللي يقوم بالانتخابات سواء حكومه او مفوضيه ينتبهوا لها. مثلا انت تريد تسوي، اذا سوي كل فردي مو قائمة رشحوا ببغداد 7000 هذه قائمة الورقة مال الاقتراع ايش طولها لازم تصير؟ فقصدي انه ما داخل اخلي عراقيل، بس اقول لازم هنا الاخوة اللي يكتبون القانون يستعينون بفنيين، وهنا قد تدخل الامم المتحدة، بس احنا نريدها تدخل كمستشار وليس كفاعل، قد تدخل بإعطاء بعض الحلول الفنية حتى تصير انتخابات، حتى يصير يعني مو بس ردة فعل وخوف من الشارع ومن الوضع المرجعية والهذا وش، خلي يصير طلبات الشارع قابلة للتنفيذ والتطبيق، مو احنا نسوي فشي وبعدين يظلون يحكون بروسهم زين ايش ما راح نسوي وترجع التظاهر. ليش ما نذهب أيه؟ الآن طالما نحن الآن أمام مرحلة جديدة أن تشكل لجان من الخبراء من خارج البرلمان والمستشارين تعمل مع اللجنة القانونية في الصياغات، هذه لازم أن هناك لجان فنية من الخبراء. أنا شفتها مع لجنة الدستور مع لجنة
مع اللجنة القانونية بلجنة نعم. الدستور جابوا خبراء، فأني هم أدعوهم، بس أنا أعتقد الحكومة هم مفروض كان عليها قبل ما تكتب هذا القانون أنه تدز على خبراء. فأني جدا أشجع أنه خبراء الأمم المتحدة، خبراء عراقيين الأمم المتحدة، منظمات مجتمع مدني، حتى لو أكو مثلاً فد نعم. مثقفين من أصحاب اختصاص من المتظاهرين، تعالوا والله طونا رؤيتكم. مرة يجيك واحد يصيح متظاهر عصبي أريد فلان شيء، يقول له أوكي تعال، بس هذا فلان شيء يصير، خلي فهمك قانونية، يقعد باللجنة القانونية وياهم، هذا الشيء يصير يجوز يطلع يقتنع، هو يقنع جماعة، يقول لهم أخوان صح هذا اللي دريده ما ينطبق على أرض الواقع. فهنا حتى نكون منطقيين، هو المشكلة ما حد يسمع من السياسي اليوم، حتى لو تقول له يابا يابا مو سياسي، تقول وين القانونيين ويا بعدين ما هذه مال، اقول لك هاي مال كل واحد يعني كلن يعني كلن، وكل واحد اشتغل بالسياسة مخوشات مية، هذا خلاف العدالة، لا مو صحيح. قد يكون هناك ثورة، انا اقول لك قادة الكتل نعم يتحملون مسؤوليات الكتل مالتهم، لأن هم من يأخذون قرار، أكو أنا قايلها أكثر ما أكو كتل بالبرلمان تمشي بالواتساب، ماكو واحد قائد كتلة عنده واحد إذا ما يطي ما يخليه، إحنا باكر ورانا قبور أستاذ محمد، وأنت تعرف أنا ما عندي شيء أخسره بهاي الحياة أكثر من أكون صادق، وأنت تعرف وأنا أعرف قادة الكتل ورؤساء اللجان الاقتصادية، أو حتى أقول لك أكثر واحد يزاحمون محمدا على الشرف، أكثر بس إذا ما ياخذ إذا ما يجيب لغير إذا ما يطيب يسقطه بالتلفزيون، مو يفصله يطرده، لا مو إحنا وصلنا اليوم إحنا طينا دم وسنين كل عمرنا نطي دم، وبالذات هذا الشعب المسكين هذا هذا في الجنوب كل قائد يجي يدق عليه، ليش التعادل عبد المهدي مو ابن الناصرية، أنت مو من المنتفج، زين ذولا مو يعني أنا في الدقيقة أنا حكي هذا حتى لو استقال أو لم يستقل السيد عادل عبد المهدي، أدعوه من خلال قناتكم أن يذهب حتى لو بتصريف الأعمال، يذهب ويمارس صلاحيات محافظ الناصرية، ورا دم الناصرية يروح لهم، يحاول يشوف هسه يحل شنو، طبعا هو القائد العام للقوات المسلحة، هذا وين الخلل أستاذ محمد؟ عندنا مثل عند أهل الجنوب يقول فوق ما يكتلك السبع يجرك على الشوك، الآن وتيد أهل البصرة يروح الناصرية، تقصد الناصرية يروح يحقق يطلع لهم حقهم، شنو يخليها تايهة لا 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 محافظ ولا شرطة؟ زين دمنا هذا الراح ياهو اللي حاسب عليه، أول شيء شغلتين، أول شيء الله سبحانه وتعالى ما راح يضيع دم أحد، ثانيا القانون، إحنا إذا ما نخلي سيادة للقانون كافي نشتغل بدون قانون، القانون يجب أن يحاكم كل من قتل وحرق ونهب وسرق وفسد، يجب أن يحاكم، فما عندنا غير القانون، نجي سلطة قضائية هي تحقق، بس تكون بعيدة عن التأثيرات، بعيدة عن عمك خالك، وتعال يا أبا أنت هذول اللي استشهدوا بالناصرية شنو سببهم؟ شنو سبب استشهاد؟ لماذا استخدم الطلق الحي؟ مرة أكو واحد مخرب كون توقف عند حد، بس مرة واحد متظاهر سلمي لو شاب ما مسوي شيء على أساس استخدم طلق حي؟ من يتحمل مسؤولية هذه الدماء؟ فلازم يصير عندنا حكم وضعي قانوني لمعالجة هذه، وإلا ما راح نوصل إلى مرحلة. أنا بقى عندي وقت، عندي وقت قليل، استقالة السيد عادل عبد المهدي هل هي تمت بمزاج شخصي أم بالتشاور مع القوى السياسية الحليفة للسيد عادل عبد المهدي؟ الصدق تحكي لك؟ إيه؟ والله ما أعرف، أنا لو بمكانك كان استقاليت من يوم 26، بس ما 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 أعرف يعني، صارت ردة فعل على خطاب المرجعية يعني كأنه مو قناعة، وأنه شاف أنه المرجعية سحبت الغطاء وقالت للكتل غيروه، فهو قال لك أحسن ما يغيروني أنا سوف أقدم استقالة، هاي هم السوف شو ما يعني، كان يقدر يدز رسالة استقالة ويطلعها بالإعلام، ما أعرف شو اللي يصير بالكواليس. زين هل تعتقد وإحنا هم بعدنا بسوفة، الرسالة التي سوف يبعثها السيد عادل عبد المهدي غدا إلى البرلمان العراقي ممكن أن لا يصوت عليه؟ لا 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 يصوت، بس المخبل ما يصوت عليه، هاي ما تفكرون بيه ما ولا تفكر، بس يدزها بنص ساعة يصوت عليه، يصوت عليه زين، بس أكو مشكلة
احنا صوت عليها عندك 15 يوم دستوريا ايش راح يصير؟ هذا هي المشكله. هو باقي تصريف اعمال هل 15 يوم اي ولا 15 يوم تقدرون تطلعوا لكم رئيس لهم اي سين وين يعني اذا ما طلع رئيس بال 15 يوم اي رئيس الجمهوريه يمارس مهام رئيس الوزراء والولد ما يخلونكم يعني هسه انا واحد شو اسوي هذا اللي اقدر داحكي طالع وياك داحكي بكل صراحه وكل اريحيه وما ادري اوصل لاهلي لو ما اوصل كالعاده اخليها على الله بس هو هاي الحقيقه هيك صايره المرحله شلون يعني اوصل لاهلي لو ما اوصل لاهلي عمي عميد لواء بالشرطه بشارع الوزراء شالوه ايش فيك تستنج وجالوا ورا اسبوعين والله حرروا المختطفين زين ومن المختطفين زين هذا وين السوق تدري اصعب هزله اصعب مو هزله مرات المهزله يعني كلمه مخففه يعني اصعب شيء لما الحاكم يكذب على شعبه هم اللي يجيبونك وهم اللي يعزونك وهم اللي يسوونك حاكم هي انت شو تريد يعني هذا العمر بعد ايش تاخذ تيد لك بيت ما عايز تيد لك فلوس ما وعندك سلطه وتقعد تخدم اي مو عيب قضونه على شعبنا هذا كله كذب واخر ما تبقى القوى السياسيه تختتم حياتها بكتل الاهل الناصريه والاهل النجف الناصريه هاي اللي انتجت شعراء ودباء ومثقفين ولهسه اهلهم كاتلهم الجوع والله العظيم انا البارحه ما نايم وحق كل حرف بالقران ابو على الفيديوهات اشبع بكي ما شفنا هذا الموت قبل استاذ محمد لا والله ما شايفين الموت من وعينه من 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 حرب ايران للانتفاضه الاعدام صدام للقاعده لهذا الى هسه صار بيناتنا نعم بس هذا موت حكومه تقتل شعبها والناس تصور ليش ما وجدنا لنا لغه مشتركه مشكله هسه اقول لي شنو حتى هذا حتى القوى الامنيه والله خطيه غير صدق والله شنو ذنب الجندي ويسحلوا منه أهله وناسه هذول تلقاهم من عشيرة أنا موتتني هاي الصورة لكنه تعرف شنو واحد دي يقول لي وليدي وياي ومرينا على سيطرة تعرف ايش قال له ابن صغير بعد قال له شايف الشرطة بالسيطرة قال له بابا ذول كتلوا المتظاهرين أقول لك شغلة وأنا مسؤول عنها قبل يومين بكربلاء نعم. حكيت مع مسؤول كربلاء الشرطة هي اللي تلزم المخرب ولها تدور عليه المفروض المتظاهرين هم قاموا يدورون على الشرطة لأن الشرطة ما نزلوا بالشارع وين الشرطة زين أعطيك واحدة ثانية الله يقبل مدير شرطة أحد المحافظات الآن موفد إلى المغرب في الدول ومدير شرطة النجف خلي أقول لك إياها عند إباد للمغرب شو يسوي هذا من يسأل عنه وقتها قائد العام اي هسه اول البارحه عدى ايفاد راح يجيب قنابل شو ما ادريني من المغرب شو يجيب فهذا يعني ماكو اداره للدوله هسه انت ليش تعصبني من هذا البرنامج ضليت وياك هادي صار لي ساعه يعني معقوله منطق يعني هو المنطق هسه هذا راح يجيب غاز مسيل للدموع ما عندهم المغرب غاز ما مسيل. ما عاد يروح الكذب لان كيجيب لنا شو اسمه ما ادري وقتها يعني اني متلومون المتظاهر من يقول لك تقول انا ما احد لايم المتظاهر لا الدوله تقول لك طلع واحد تفاوض ويا من تفاوض ويا من يتفاوض وين هاي وثائق الشرف اللي قضيناها يوميه الولد وكاتب وثيقه الشرف وداعت امي بستر خواتي واقسم بالله نواب رئيس وزراء كلهم يعرفون بغداد يروحون يقعدون بربيل خاف يصير شيء ببغداد رئيس وزراء المفروض اي وزير عنده مو ببغداد مو بمكانه او بالمحافظه اللي يدسها عليه رئيس الوزراء هذا راسا يقال هذا راسا اسحب ايده شنو هالحلل وين الحزم ما ادري يعني هذه لا تحين من اصبحت لا منو تتذكر عبارتك اللي انت حكيتها من جيت جاني طرف قال احنا من خليناك وزير الصناعه ما جاني اكتب الصناعه لهنا توقف تمام لو مو تمام اي هاي مقوله هاي ثبتت بالتاريخ بمعنى انه انت اليوم الوزير وهاي مو بظل هاي الظروف هاي يمكن 2012 او 13 لا ب15 ب15 انه الوزير اللي يجي بالحكومات المتعاقبه مو مهمته يسوي صناعه ولا مهمته يسوي صناعة. لازم يوقف حتى يخدم فلان وفلان واذا ما يسوي ينعلون والديه واذا ما يسوي ينعلون والديه بس ما سويت كل شيء ما حد قدر يسوي شيء الحمد لله والله يعني انا
اضطر انت تروح لانه انت عندك لقاء ثاني. شكرا جزيلا لك النائب الاستاذ محمد الدراجي نائب برلمان العراق. شكرا جزيلا لك، حياك الله، اهلا وسهلا، تحياتي لك. هلا استاذ محمد، ممنون. مشاهدي الكرام، انا مستمر معكم في هذه التغطيه، واليوم سوف نتواصل بهذه التغطيه لانه الان يعني المتظاهرين والثوار كما قلت في بدايه المقدمه انه احنا على الرغم من هذا هو بداية الانتصار الحقيقي لثورة العراقيين، مع السلامة أستاذ محمد، لثورة العراقيين الحقيقية، هذه الثورة التي قدمت فيها دماء كبيرة ودماء عظيمة على مذبح الحرية، اليوم بدأت تحصد نتائج مهمة. نتمنى من الجميع ومن المنصفين ومن الخيرين ومن أصحاب الرأي أن نتضامن كلنا في إيجاد أفكار مشتركة لمرحلة مقبلة. دعونا إخواننا الثوار ومثقفينا وأكاديمينا أن نتخلى عن الأنا ونتخلى عن الانفعال ونتخلى عن الرغبات الشخصية ونتخلى عن الحلم بالوصول إلى السلطة، لأنه التجارب قالت عبر تاريخ العراق المرير أنه دائما السلطة الحقيقية هي في الميدان، هي للشعب. ولذلك هذه آخر قوى سياسية راح تسحل بالشوارع، والقوى السياسية التي سبقتها والقوى التي سبقتها والقوى التي سبقتها. دعوة مخلصة إلى كل العراقيون والعراقيات، دعونا نفكر بهدوء وجدية وأن نعطي الأولوية لأصحاب الرأي وللمختصين وأصحاب الشأن، وأن نفكر ماذا يحتاج بلدنا، لأننا مقبلون على أيام صعبة جدا تحتاج أن ننفتح على أصحاب الرأي والأصحاب الاختصاص. نحن أمام مرحلة أن نكتب دستورا عراقيا يليق بالدماء التي قدمها عراقيونا، ونكتب قانون انتخابات نسمح لكفاءاتنا وقدراتنا وعلمائنا أن يشاركوا، حتى علمائنا بالخارج. نحن أمام مرحلة أن نؤسس لقضاء عراقي عادل يحاكم مرحلة مدتها يمكن قرن من الزمن، وعندنا فساد لمسؤولين، مع الأسف أن نقول عنهم مسؤولين لكنهم سراق حقيقيون سرقوا هذا البلد، ولجرائم ما وجدت في مكان آخر. أنا أضطر أن أغادركم في هذه الساعة، على من أن ألتقيكم في تغطية متواصلة الساعة 9. تقبلوا تحياتي مشاهدي قناة التغيير.